مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد في سلسله فيديوهات الكماله اللي كنا وقفناها لفتره عشان خاطر نركز في حلقات البرنامج اللي ما اتصورتش للاسف بسبب كوارث طبيعيه كتير حصلت الفتره اللي فاتت. قلنا في نستغل فتره الحظر ونرجع نعمل فيديوهات الكماله. احنا هنعمل سلسله عن مراجعه فيلم او حقبه واسلاماه. مش هنتكلم عن الفيلم بس، احنا كل شخصيه او كل حدث مهم في فتره بدايه حكم المماليك لمصر هنبدا نتكلم عنها بالتفصيل. فرصه ان هو اتكلم عن اشخاص كتير وفترات زمنيه مختلفه، فحلو ان احنا نتكلم عن حاجة وعن شخصية ونقول لكم معلومات كتير عنها، وفي دروس مستفادة جدا من وراء هذه الشخصيات. الفيلم كان فيه محاولة غريبة جدا لتجميل صورة احد اسوأ السفاحين اللي حكموا مصر عبر التاريخ. هنتكلم هو مين وايه قصته بالتفصيل، وبرضو في شيطنة مبالغ فيها جدا لشجر الدر. عشان احنا نتكلم عن شجر الدر وعشان نفهم المرحلة اكتر، لازم نتكلم عن بداية حكم المماليك لمصر. عشان كده لازم نتكلم عن توران شاه ابن نجم الدين ايوب، اخر الحكام الايوبيين في مصر، واللي كان نهايته نهاية مأساوية جدا. المعظم توران شاه هو طبعا ابن نجم الدين ايوب، نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل، ابن العادل، اخو صلاح الدين. شجر الدر او عصمة الدين او ام خليل كانت جارية تركية او ارمينية عند نجم الدين ايوب، هو اشتراها وبعد كده خلف منها خليل. يعني الجارية لما بيخلف منها الملك أو السيد بتصبح حرة وبيتزوجها. لما مات نجم الدين أيوب، كلنا طبعا عارفين إن شجر الدر هي طبعا اسمها شجر الدر مش شجرة الدر، طبعا ده يعني تخفيف وتسخيف لقيمتها، إن هي تبقى شجر ويخلوها شجرة كده يعني مفردة. فشجر الدر طبعا كان لها دور عظيم جدا ودور بطولي في إن هي أخفت خبر وفاة نجم الدين أيوب، عشان كان في الحملة الصليبية في مصر، وبعتت المماليك ان هما عشان يجيبوا توران شاه من حصن كيفا كان في تركيا. هي جابت توران شاه عشان يتولى حكم مصر والمنطقة، وما طمعتش في ذلك لنفسها، وكان الدور ده كان لي الاثر المباشر في هزيمة الحملة الصليبية. وعايز اقول لكم إن سبحان الله الحقبة دي من اول مثلا صلاح الدين واخوه كان جيل بيبقى جيد، بيجي بعد كده جيل منيل بنيلة، بعد كده جيل لحد ما جيد، بعد كده جيل متخلف وهكذا يعني. فكان فضل توران شاه كان موجود في حصن كيفا. لما جه بدل ما يعني يشكر السيدة التي حافظت له الملك وكان لها دور كويس جدا في مقاومة الصليبيين، حب يقلبها بقى. قال لها بقى انا عايز الجواهر بقى اللي ادها لك ابويا، وتديني الخدم والحشم وتطلعي سلطي مليتي من هنا. فهي بدأت تشعر بالقلق منه، فبدأت تبعت للمماليك اللي هم مماليك الصالحية اللي هم كانوا رجالة نجم الدين أيوب. في نفس الوقت الواد كان كاره المماليك الصالحية اللي هم رجالة والده، وكان جايب معاه شوية هلافيت يعني من حصن كيفا، وبدأ يخليهم ان هم يتسيدوا الموقف. كان من احد الناس اللي راحوا او قائد المجموعة اللي راحت تجيبه كان اقطاي الجمدار، طبعا اللي هو محمود المليجي في الفيلم، وكان وعده ان انا هملكك مصر وهخليك ليك دور كبير وايه حلق له بعد كده. الواد كان سكير، كان بيشرب خمرة زي عمه العادل اخو نجم الدين. كان معظم الناس طبعا احنا عارفين اللي بيشرب خمور بيبدأ يبعبع بكلام يعني ما ينفعش، لا يجب ان يبعبع به. فبدأ بعد ما بيشرب بيجيب شوية شموع كده ويبدأ بقى ايه يضربها بالسيف ويقول ان انا هقطع رؤوس المماليك زي ما انا بقطع الشمع ده. الكلام ده كان بيوصل للمماليك، فبدأوا يعني يشعروا بالقلق منه. بعد ما اجتمعوا قالوا لا، احنا الموضوع كده كبر، فلازم ايه نتخلص منه زي ما قلت عشان ما يتخلص منه. فبعتوا له بيبرس، كان الظاهر بيبرس، ودخل عليه يعني في احدى الجلسات بتاعته، فهجمه بالسيف ولكن هو صد الضربة في ايديه. وطبعا لما حصل ده وبدأت تدخل الجنود فهرب بيبرس. تقريبا ما كانش يعرف شكل بيبرس او كان متخفي، فبدأ يسأل هو مين اللي هاجمني، فحاولوا يقنعوه انه دول الحشاشين. الحشاشين طبعا زي ما احنا عارفين الطائفة الاسماعيلية كانت هي مشهورة بالاغتيالات السياسية، وكانت يعني محترفة جدا في هذا المجال، اتكلمنا عنهم في حلقتين بالتفصيل اول البرنامج خالص عن من هم الحشاشين. ولكن توران شاه هرش يعني الليله وقال لك لا، دول مش الحشيشه، كان برضو يطلق عليهم الحشيشه عشان بياخدوا حشيش يعني وكده، قال دول المماليك
وانا هعمل واسوي فيهم واطلع يعني حاجات كتير. هنا بقى المماليك شعروا بالخطر اكتر، قالوا كده لا خلاص احنا كده يعني لبسنا وش، يا اما بقى نكمل في الموضوع ونخلص عليه يا اما هو اللي هيخلص علينا، بقى الموضوع ما فيهوش مجال للتراجع. حصروا البرج الخشبي اللي هو كان موجود فيه في دمياط، عشان معظم الحملات الصليبيه كانت بتيجي عن طريق الميه بالسفن. بعد ما حصروا البرج الخشبي اللي كان فيه قرروا ان هم يولعوا في البرج، وهو كان بيصوت وبيقول يا جماعه سيبوني اعيش، سيبوني ارجع لحصن كيفا واسيب لكم الجمل بما حمل. لما النار مسكت في البرج الخشبي اضطر ان هو ينط في الميه، بداوا يضربوه بالسهام وهو في الميه، فيعني في حاجات في سهام ما جاتش فيه، فنط يعني في الميه حوالي 4 أو 5 مماليك جريوا وراه وقعدوا يطعنوا فيه، فقيل انه مات حريقا جريحا غريقا. المفارقه هنا والقصه العجيبه ايه؟ نجم الدين ايوب كان في، وطبعا فترة ما بعد صلاح الدين الأيوبي اتكلمنا عنها طبعا بالتفصيل في سلسلة صلاح الدين اللي مش أيوبي، وازاي كانوا بيقتتلوا فيما بينهم. فكان نجم الدين أيوب في صراع دائم مع أخوه الملك العادل، هو قبله كان حكم مصر شوية باعتباره أنه هو الأكبر. المهم مش هنخش في تفاصيل كتير في الموضوع ده، ولكن نجم الدين أيوب استطاع في الآخر أنه هو ينتصر على أخوه. أخوه كان برضو سفيه قوي وكان سكير وكان كان بيصرف الفلوس ببزخ، ومعظم الناس اللي كانوا بيشربوا خمور في هذه الفترة ماتوا يعني موتة بشعة. المهم كان نجم الدين أيوب قبض على أخوه وحطه في السجن، وبعت له مماليك يخنقوه هو في السجن عشان يخلص خالص من موضوع أخوه، ما يبقاش بيمثل له يعني مصدر إزعاج مستمر. لما عرض الأمر على المماليك وقالوا يا جماعة مين اللي يروح يخلص على الراجل ده، معظم المماليك رفضوا باستثناء 4. في 4 راحوا السجن ومسكوه خنقوه. تشاء الأقدار إن ابنه توران شاه أول ناس تبدأ في طعنه وقتله كانوا 4 اللي راحوا قتلوا الملك العادي. طبعا نتعلم من ده بصراحه ما فيش حاجه تستاهل في الدنيا، واحنا في عصر كورونا وداخلين على رمضان ومش عارفين مكملين ولا مش مكملين في الحياه، فهي فرصه ان فعلا اي حد عنده خلاف مع اخوه، زعل، خلافات على ورد، يكبر دماغه من ده. والله الدنيا مش مستاهله، واديكوا شفتوا الراجل حارب عشان خاطر وقتل اخوه عشان خاطر الملك ويملك ابنه الملك من بعده، واذ بالناس اللي قتلهم هم اللي قتلوا ابنه. الحاجه الثانيه هي يعني حكايه كما تدين تدان، الموضوع ده بيخوف الواحد بشده، يعني انت الحاجه اللي تعملها تترد فيك ده ربنا يستر يعني. لان الموضوع ما وقفش عند توران شاه، انا هطلع بقصه قصيره جدا وهي اعجب من القصه دي، كانت مع الملك الصالح اسماعيل، وده كان ابن اخو صلاح الدين. الملك الصالح اسماعيل اتكلمنا برضو في السلسله عنه، وقلنا ازاي تحالف مع الصليبيين وازاي باع القضيه وازاي كان يعني بيحارب من اجل الملك. لما جه هو والناصر صلاح الدين الايوبي حفيد صلاح الدين الكبير، برضو اتكلمنا عنه في سلسله منفصله، جه معاه اولاد صلاح الدين الاخرين عشان يعني ايه يحاربوا عز الدين ايبك لما كان حاكم لمصر، واتهزموا شر هزيمة، وقلنا الأسباب ساعتها. اللافت هنا إن عز الدين أيبك مسك صالح إسماعيل وأخدوه في الظلام عشان يقتلوه، عشان ما يعني ما يثريش الأنظار، بالذات إن الأيوبيين كان ليهم شعبية كبيرة في مصر، فطفوا النار اللي كانت معاهم وخنقوه. بعد ما خنقوه مشوا، فهو ما كانش مات فبدأ يفوق، فشافته واحدة فجريت بلغتهم ورجعوا خنقوه. لو رجعنا كذا سنة تانية هنلاقي ان كان فيه شخص هو ابن اخو الملك الصالح اسماعيل اسمه الملك الجواد بن ممدود، ده برضو في ظل الخلافات ما بين ولاد العمومة وبيقطعوا ببعض وبيضربوا ببعض، ده كان ضعيف الشخصية شوية، ولكن كان نجم الدين ايوب يعني ملكه على دمشق، حاكم دمشق ضغط عليه راح هرب عند الناصر داود تقريبا في الشرق، فبدأ يجري يمين وشمال عشان ولاد عمه عايزين يقتلوه، فلجأ للصليبيين. المهم بعد كذا سنة من لجوءه للصليبيين في بيروت بالذات، بدأ الملك الصالح اسماعيل يعرض فلوس عشان خاطر يستلم الملك الجواد. لما استلمه خده في الصحراء هو ومجموعة من الرجال وخنقوه ومشوا، وبعد ما مشوا الراجل طلع ما ماتش ففاق، فلما فاق في واحده شافته وجريت بلغتهم فرجعوا وشنقوه. السيناريو اللي مات بيه صالح اسماعيل هو نفس السيناريو تيبيكال اللي مات بيه الملك الجواد، فكما تدين تدان.